قالت رب أن يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: ربي، كيف يكون لي ولد؟ ولم يكن ذلك إنكارا من مريم لقدرة الله عز وجل، ولكنها تتعجب من الكيفية. ولم يمسسني بشر، والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشر. ربي، أنى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغي؟ وأنى يكون لي ولد وأنا معتكفة في بيتك منصرفة لعبادتك؟ قال لها الملك: هذا الذي يحدث لك ليس بمستبعد على الإله القادر، فالله سبحانه وتعالى يوجد ما يشاء من العدم. سبحانه لا رد لمشيئته ولا معقب لحكمه، وكما خلق آدم بلا أم ولا أب، وكما خلق حواء من أب بلا أم، يخلق عيسى من أم بلا أب. فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد. سبحانه يخلق ما يشاء مما يشاء وكيف ما يشاء من غير تأخر ومن غير وجود أسباب. فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء